بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم طلبة الفيزياء طلبة الثاني عشر أهلا وسهلا بكم في برنامجكم برنامج درس على الهواء بإذن الله رح نتابع الحلقة هذه أخذنا في الحلقة الماضية عن ظاهرة الانعكاس ومبادئها في المرايا واليوم بإذن الله رح نأخذ عن ظاهرة الانكسار وتطبيقاتها في العدسات آه إذا درسنا اليوم العدسات الرقيقة <applause> آه العدسة عبارة عن جسم زجاجي أو بلاستيكي شفاف له وجهان طيب إذا راح نتكلم عن وكل وجه يعتبر جزء من كرة وتعتمد العدسة على عملها على مبدأ الانكسار أوكي كان العدسات أو المرايا كانت تعتمد على مبدأ الانعكاس هذه تعتمد على مبدأ الانكسار إحنا درسنا سابقا الانكسار في الموجات الكهرومغناطيسية. طيب نبتدي بانواع العدسات وعدسة محدبة وعدسة مقعرة نفس الكيفية في المرايا. طيب اشكال العدسات هذه اشكال العدسات على السريع آه، العدسة المحدبة والعدسة المقعرة. آه، محدبة الوجهين، محدبة الواحد والهلالية. هاي تعتبر المرايا المحدبة هي التي يكون سمك وسطها أكبر من أطرافها طيب أما المقعرة فهي مقعرة الوجهين مقعرة الوجه الواحد والهلالية بنفس الكيفية هناك رموز للعدسات هذا رمز للمقعرة وهذا رمز للمحدبة <applause> إذا البؤرة في العدسة آه هي تعاكس البؤرة في المرايا أذكركم في المرايا المقعرة كانت البؤرة ماذا؟ حقيقية الآن البؤرة الحقيقية راح نجدها وين؟ في العدسة المحدبة لاحظوا معي العدسة المحدبة هذا الضوء الساقط الموازي العدسة المحدبة ماذا تعمل؟ تجمع الأشعة في نقطة وتسمى البؤرة البؤرة الحارقة البؤرة في العدسة المحدبة حقيقية في المرايا كانت المرايا المقعرة حقيقية فلذلك نميز ما بين هذه النقاط، لانها تكونت بسبب التقاء الاشعه المنكسره. انكسار، ظاهره الانكسار، انتقل الضوء من وسط الى وسط فصار له ايش؟ انكسار. <applause> طيب، العدسه المحدبه هي عدسه مجمعه الاشعه خاصه واضحه، نذهب الى المقعره، المقعره الضوء الساقط الموازي، الضوء الساقط موازي للخط الاساسي، ماذا يحدث له في المرايا المقعره؟ يتشتت. تشتت الضوء، إذا البؤرة هنا تعتبر بؤرة تقديرية، لماذا؟ لأنها لا تستطيع أن تجمع الضوء. لا يعني الضوء الحقيقي لا يستطيع أن يمر في هذه البؤرة. ماذا؟ إذا كيف أستطيع أن أحدد هذه البؤرة؟ بؤرة تقديرية من خلال امتدادات الأشعة المنكسرة، لاحظوا اللي باللون الأخضر؟ اللي باللون الأخضر هذه النقاط هي امتدادات للأشعة المنكسرة وتقاطعت في بؤرة تسمى بالبؤرة التقديرية للمرآة، للعدسة المقعرة، العدسة المقعرة هي عدسة مشتتة لشعاع الساقط عليها. نفس ما يميزنا بين المرايا نستطيع أن نميز ما بين العدسات المحدبة والمقعرة، أجزاء العدسة أجزاء العدسة تكلمنا سابقاً عن أجزاء المرايا مكونة من أو السطح الجزء من سطح كرة كذلك هنا في في العدسه المحدبه لاحظ هو عباره عن المنطقه او منطقه التقاطع ما بين كرتين ففعلا هناك كل كره الان كرتين عندي هذه لها مركز وهذه لها مركز اذا هناك سطحين هناك للمرايا للعدسه وجهين <applause> طيب آه هذه هي الجزء اللي اخذناه من تقاطع هذه الكرتين آه تسمى هذه بعدسه محدبه محدبه المركز البصري نفسه المركز هو منتصف المسافة بين سطحي العدسة من محور في محورها الأساسي المحور الأساسي الخط الأفقي المار بمركز البصري للعدسة ومركز تكورها الخط الأساسي أو المحور الأساسي مركز التكور مركز الكرة التي يعتبر وجه العدسة جزء منها نص قطر التكور اللي هو الآر المسافة ما بين نص القطر هو مسافة ما بين مركز البصري للعدسه وماذا ومركز التكور هذه هي الار البؤره نقطه في منتصف المسافه ما بين المركز البصري ومركز التكور هذه هي الاف البعد البؤري مسافه البعد البؤري مسافه بين المركز البصري والبؤره هذه هذا هو الاف هذا هو الاف اذا هذه هي مكونات العدسه المقعره هي عباره عن المنطقه ما بين كرتين مثل نلاحظ الان هذه كره على اليمين كره على اليسار المنطقه ما بين المجاوره ما بين الكرتين آه، تمثل بمنطقه او شكل العدسه المقعره لها وجهين مقعرين آه، كذلك هناك <applause> آه، الاجزاء اللي تكلمنا عنها في المحدبه كذلك يمكن ان نعيدها وين في العدسه المقعره ال سي مركز تكور الاف البؤره والاي المركز البصري والاف هو البعد البؤري هنا راح نلاحظ لان العدسه لها وجهين سواء كانت محدبه او مقعره لذلك تحتوي على بؤرتين بؤرة على اليمين وبؤرة على اليسار سواء كانت محدبة أو مقعرة ننتقل إلى قواعد استخدام مخطط الأشعة في رسم الصورة المتكون بسط العدسات المقعرة أعطيكم الآن القواعد نفس تقريبا لأخذناهم في المرايا كذلك في العدسات ولكن هنا الظاهرة والمبدأ هناك إنعكاس هنا إنكسار خلنا نشوف القاعدة الأولى سواء كان محدبة أو مقعرة نبتدي بالمحدبة من اليسار الشعاع الساقط الموازي إذا هذه هي القاعدة الشعاع الساقط موازي المحور ينكسر مارا بالبؤرة. لاحظوا عملية الانكسار داخل العدسة. انتقال الضوء من الهواء أو من وسط إلى وسط، ينكسر مرة الأولى وينكسر مرة ثانية. آه إذا هنا لأن عنده وجهين وبالتالي يمر من إلى البؤرة، مارا بالبؤرة. هذا شعاع ساقط. شعاع ساقط وهنا منكسر. كذلك في المرايا أو العدسة المقعرة. الشعاع الساقط الموازي للمحور الأساسي ينكسر بحيث يكون امتداده ليش؟ لأنها مقعرة لأن ليس لها بؤرة حقيقية هنا الضوء لا يمر في بؤرة لا يمر في بؤرة لأنها ليست حقيقية ليس لها بؤرة حقيقية هذه بؤرة تقديرية الشعاع ساقط موازي ينكسر مشتت بحيث يكون امتداده مارا بالبؤرة الامتداد الذي يمر بالبؤره اذا هاي القاعده الاولى ننتقل الى القاعده الثانيه ننتقل الى القاعده الثانيه القاعده الثانيه ماذا تقول الشعاع الساقط المار بالبؤره اي شعاع ساقط مار بالبؤره ينكسر موازي خلاص ساقط بالبؤره ينكسر موازي هذه هي القاعده هذه هي القاعده طيب كيف يمكن ان نصيغ هذه القاعده في العدسه المقعره؟ الشعاع الساقط الذي يكون امتداده ركزوا لازم نتكلم عن الامتدادات في المرايا المقعره في العدسه المقعره عذرا مارا بالبؤره ينكسر موازي يعني نفس القاعده هناك الضوء مر بالبؤره في المحدبه العدسه المحدبه اما العدسه المقعره لانها ليس لديها بؤره حقيقيه نقول الشعاع الساقط الذي يكون امتداده مارا بالبؤره، ماذا يحدث له؟ ينكسر موازي للخط الاساسي، القاعده الثالثه، القاعده الثالثه، قاعده سهله الشعاع الذي يسقط او الذي يمر بالمركز البصري في العدسه لا يعاني اي انكسار، سواء كانت عدسه محدبه او عدسه مقعره. اذا القاعده الثالثه، قاعده سهله، الشعاع المار بالمركز البصري لا ينكسر كذلك الشعاع المار بالمركز البصري لا يعاني اي انكسار. <applause> اذا هذه القواعد الثلاثه من خلالها يمكن ان نستطيع من هذه القواعد الثلاثه اذا اخذناهم ان نرسم بيانيا الصوره المتكونه بواسطه العدسه المحدبه. في العدسه المحدبه لها خمس حالات نفس المرايا المقعره. اذا انت درست المرايا المقعره واضحه معك الحالات بكل سهوله تستطيع أن تحدد الصورة المتكونة على العدسة المحدبة بنفس القواعد لأن في العدسة المحدبة يعتمد على موقع الجسم نفس المرايا المقعرة الآن وين موضع الجسم الآن في هذه الحالة؟ موقع الجسم أبعد عن التواف. أف إذا أبعد عن التو أف وين موقع الصورة؟ ما بين التو أف والأف ارجع إلى الجدول السابق اللي أخذناه في الحلقة الماضية <applause> إذا هنا نستطيع اذا عندنا الجسم الان ابعد عن التو هذا الجسم هذا الجسم وين تكونت الصوره تكونت الصوره على حائل هذه هذه شاشه هذه الشاشه وين يجب ان نوضع الشاشه يجب ان نضع هذه الحائل او الشاشه ما بين الاف اللي هي البؤره وما بين المركز التكور الصوره تكون مصغره الصوره هنا مصغره واذا هنا الحاله يمكن انا ارسمت كنا باكثر من طريقه كلما قربنا الجسم شوف الان الحالة الصورة الثانية قربنا الجسم ماذا يحدث الصورة؟ تبدأ تبتعد هم؟ ركزوا لما الجسم حطيت لكم أربع مواقع للجسم وأربع مواقع للصورة رقم واحد أعينها باللون بلون آخر رقم واحد هذا رقم واحد الصورة ماله لما الجسم يكون في في الموقع واحد تكون الصورة وين؟ في الموقع واحد خلوا بالكم الجسم بدأ يقترب من مركز التكور صار عنده اثنين وين الصورة؟ ابتعدت تبتعد من الإف. أوكي أو بمعنى آخر إذا اقترب إذا الجسم يقترب من التؤف الآن في هذه الحالة، الجسم يقترب من التوأف. الصورة كذلك تقترب من التؤف وتكبر. حسب هذا المثال. إذا هنا نلاحظ الصورة بدأت تقترب من التؤف وتكبر لحد ما يصير الجسم، آه إذا خلوا بالكم في هذه الحالة الصورة مصغرة مقلوبة حقيقية نفس الحالة اللي أخذناها وين في المرايا المقعرة ننتقل الآن خلوا بالكم الجسم بدأ يقترب صار الجسم الآن وين الجسم موجود عند التوقف عند مركز التكور آه إذا يجب أن تكون صورته عند مركز التكور بالضبط إذا هنا الحالة مساوي ومقلوبة وحقيقية في الفعل نفس الكيفية اللي صارت وين في المرايا المقعرة لما يكون الجسم ما بين المركز التكور ومركز تكور والبؤرة إذا هنا يجب أن تكون الصورة بعيدا عن التؤف موقع الجسم نشوف الصورة نفس الفكرة السابقة في رقم واحد في رقم واحد هذا رقم واحد مثلا هذا رقم واحد الصورة هنا رقم واحد حاول تقرب الجسم إلى البؤرة ماذا يحدث للصورة؟ أعطيك الآن بشكل ملخص كذا الجسم يقترب من البؤرة قرب واحد اثنين ثلاثة أربعة يقترب من البؤرة في الصوب الثاني لما يكون الجسم عنده اثنين الصورة عنده اثنين ماذا تلاحظ الصورة تكبر وتبتعد عن التواف تبتعد عن التواف إذاً خصائص الصورة هنا ماذا مكبرة طبعاً مكبرة مكبرة مقلوبة حقيقية. طيب <applause> الحالة اللي بعدها خلوا بالكم انا جالس اقرب الان الجسم اصبح الان الجسم عند البؤرة. الجسم الان وين؟ في البؤرة. آه نفس الكيفية. لما يكون الجسم في البؤرة لا تتكون له صورة. ذكرنا سابقا في المرايا كذلك في العدسات. السبب بسبب عدم تقاطع الاشعة المنكسرة. سواء امتداداتها أو الأشعة المنكسرة الأصلية الضوء لا يتقاطع إذن لا تتكون صورة لا تتكون أي صورة لأن الأشعة لا تتقاطع انتهينا من هذه الحالة الأخيرة اللي هي لما يكون الجسم أقرب للمرآة العدسة يعني أقل من من الأف أو البعد البؤري وين تتكون صورتها أو صورة هذا الجسم هنا في هذه الحالة تكون الحالة تقديرية نفس المرايا المقعره بالترتيب نطبق القاعده الاولى هذه القاعده الاولى العدسه موازي الساقط موازي يجب ان ينكسر مارا بالبؤره طيب ال الثانيه اللي يمر بالمركز البصري لا يعاني اي انكسار لاحظوا هل تتقاطع هذه الاشعه المن المنكسره لا تتقاطع لا تتقاطع لا تتكون صوره ابدا لا تتكون صوره معنا في لا تتكون صوره في الجانب الحقيقي لا تتكون في الجانب الحقيقي. اذا وين راح تتكون الصورة؟ تكون الصورة في الجانب جنب الجسم، اذا هذا نسميه جانب تقديري، يعني امتدادات الاشعة امتدادات الاشعة المنكسرة هذه تقاطعت في النقطة تكونت الصورة، تكونت الصورة، نسمي هذه الصورة صورة تقديرية، الصورة في هذه الحالة صورة تقديرية، اذا يمكن ان نصف او خصائص الصورة مكبرة فعلا ومعتدلة وتقديرية. كذلك أعطيتكم الملخص لاقتراب الجسم إلى العدسة كلما اقترب الجسم إلى العدسة واحد اثنين ثلاثة أربعة لاحظوا الصورة ما وين لاحظوا الصورة الصورة تكبر وتبتعد إذا هنا الصورة تكون دائما لاحظوا الصورة دائما ماذا خيالية وفي نفس الوقت يجب أن تكون أكبر عن الجسم طبيعي لا ركزوا في الصور واحد واثنين و وأربعة جميع الصور أكبر عن الجسم مهما كان بعد الجسم وين موقع الجسم إذا هذه خصائص الصورة المتكونة على المراء العدسة المحدبة كذلك هذه ملخص لمواقع الجسم هنا, هنا 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 الجسم هذه وين موقع اللي بالأخضر إذا كان الجسم هنا هذا الجسم بس أحدد كذا الجسم في المنطقة الخضراء الصورة تكون وين؟ في المنطقة الخضراء في الصوب الثاني. لاحظوا السهم بالاخضر الجسم يعني يقترب من التو اف الصورة تقترب من التو اف وتكبر. المنطقة اللي باللون الاحمر صورتها وين؟ في المكان اللي باللون الاحمر. المنطقة الآن اللي باللون البرتقالي، إذا كان الجسم في منطقة باللون البرتقالي، وين تكون صورته؟ آه تكون صورته في الجانب الخيالي التقديري. لاحظوا في المكان هذه هذه صورة اثنين ثلاثة أربعة في هذا الجانب. طيب في منطقة لا تتكون فيها صورة أبدا اللي مكتوب لك نو no". هنا هذه المنطقة أبدا لا تتكون فيها صورة، هذه المنطقة <applause> عديمة التكون للصور. الصورة المتكونة في العدسة المقعرة. اوكي نطبق القواعد اللي ذكرناها سابقا هذا الجسم المقعرة هي نفس المرايا المحدبة الشعاع الساقط الموازي ينكسر طبعا مشتت بحيث يكون امتداده مارا بالبؤرة هي القاعدة الأولى القاعدة الثانية القاعدة الثانية يمكن نسمع موضح الشعاع الساقط اللي هو مارا بمركز البصري لا يعاني أي انكسار يرتد طبعا نفسه هنا الصورة تقاطعت أو صورة في نقطة التقاطع أو يمكن هنا بعد نفس الشيء القاعدة الثانية أي شعاع ساقط بحيث يكون بحيث يكون امتداده مارا بالبؤرة هذه البؤرة الصوب الثاني هذه البؤرة أرسم كذا هذا الشعاع هذا الشعاع القاعدة الشعاع الساقط بحيث يكون امتداده مارا ينكسر ماذا؟ ينكسر موازي لو مديت الان انت الامتداد الشعاع المنكسر مد الشعاع المنكسر هذا الشعاع المنكسر آه اذا فعلا راح يمر في نفس النقطه وبالتالي هذه النقطه هي عباره عن التقاء امتدادات الاشعه المنكسره تتكون فيها الصوره تتكون فيها الصوره ما هي خصائص هذه الصوره؟ مصغره نعم واضح معتدلة وتقديرية تقديرية دائما تكون معتدلة لا تتغير صفات الصورة المتكونة على العدسات المقعرة مهما كان موضع الجسم لاحظوا الجسم هنا كان بين الإف والتو إف هنا عند الإف عند الإف تتكون إذا ما يهم وين موقع الجسم ما نفس العدسة المحدبة الطريقه الرياضيه هي نفس الكيفيه اللي اخذناها وين؟ في المرايا بنفس الكيفيه بنفس الطريقه، بس الاختلاف وين؟ في الجدول، خلينا نشوف الاختلاف. آه من هي الموجب؟ اذا كانت العدسه محدبه، العدسه المحدبه البعد البؤري موجب. اللي فيها الحالات الكيفية دائما موجب، نفس هناك كانت المرايا المقعره. اما البعد البؤري سالب هي العدسه المقعره. ويبقى بنفس الكيفية بنفس الكيفية أمام العدسة موجب خلف العدسة إذا كيف أعرف خلف العدسة وأمام العدسة بسيطة جدا لو رجعنا كذا هنا مرة ثانية المكان اللي فيه الجسم دائما يعتبر اللي هو لو, لو, لو ظهرت الصورة في الجانب الآخر من الجسم يسمى أمام العدسة الصورة عند الجسم هذه يعتبر خلف العدسة خلاص إذا ظهرت الصورة في نفس الجانب من الجسم فهذا الجانب الخيالي والتقديري. أما لاحظوا في العدسة المحدبة كانت تظهر لي صورة في الجانب الآخر، هنا الجسم هنا الجسم هذا الجسم وهنا وين؟ الصورة، لا إذا هذه صورة حقيقية لأنها ظهرت في الجانب الآخر من الجانب للجسم فيعتبر جانب أو يسمى أمام العدسة. <applause> مثال سريع في العدسة المحدبة على أي بعد تتكون صورة على عدسة محدبة إذا تم وضع جسم على بعد 30 سنتي من هو 30 سنتي؟ ثلاثين سنتي يمثل آه وضع الجسم آه اذا دي او دي او من هذه العدسه ذات البعد البؤري 10 سنتي اذا هذه الاف ما طول الصوره اذا كان طول الجسم دي آه سوري آه هذه تعتبر h o h o ارتفاع الجسم خلينا الان نوجد آه الصوره اذا مباشره اطبق القانون هذا القانون 1 على 10 سم اي البعد موجب لانها مرا عدسه محدبه عدسه محدبه 1 على 30 دي او 30 زائد 1 دي اي بهذه الكيفيه في النهايه لو تلاحظوا عملت عملية قلب خلاص عملية حسابية أقلب ال دي آي تطلع ال دي آي كم 15 هذه في أي حالة هذه حالة رياضية خلينا نشوف بيانيا كيف نرسمها القسم الآن طبعا الاف خلوا بالكم الاف عشرة يعني تو اف 20 وين موجود القسم عند 30 الجسم الان موجود على بعد اكبر من ال2 اف، يجب ان تكون الصورة بين الأف وال2 اف، بين البؤرة ومركز التكور، فعلا هذه هي الصورة، موقع الصورة وين؟ عند ال15، فعلا هنا عند 10، هنا عند 20، الصورة عند 15 سانتي، فعلا توافق الجانب الرياضي مع البياني، إذا الدي اي 15 سانتي، الدي او 30 اذا بهذه الكيفيه حل المسائل الجانب الرياضي وجانب البياني هذه المرايا هذه العدسه عدسه عدسه مقعره بعد البؤري مباشر البعد البؤري سالب الاف خلوا بالكم شفتوا المعوض لما سالب سالب ستة القانون طبعا واحد على الاف يساوي واحد على دي او زائد واحد على دي اي اطلع الدي اي يطلع لي سالب ليش؟ واضح من الصورة سالب يعني يعني تقديرية والتقديرية لازم مقلوبة يعني معتدلة معتدلة وفي المرايا المقعرة دائما الصورة ماذا؟ مصغرة طيب بإمكان ما طولها إذا كان طول الجسم ما طولها إذا كان طول الجسم أربعة سانتي أربعة سانتي إذا أستخدم القانون أستخدم القانون اللي هو اتش آه, اي على اتش او سالب دي اي على دي او طبق الان الاتش اي مطلوبه الاتش او اعطاني اياها في المساله اربعه اربعه اروح للقانون، القانون في سالب القانون في سالب دي اي سالب اربعه والدي او الدي او 12 سانتي 12 سانتي هنا ركزوا الان سالب في القانون وسالب الدي اي سالب سالب موجب اذا الاتش اي راح تطلع معكم بالموجب خلاص اذا الاتش اي تساوي 4 ضرب 4 على 12 تقريبا 16 على 12 راح توجد انت القيمه للاتش اي من هنا واضح ان طول الصورة مصغر أصغر عن الأربعة هنا تقريبا واحد فاصل حاجة كذا واحد فاصل اثنين أو واحد فاصل آه ثلاثة <applause> الناتج يعني هنا طول الصورة لاحظوا موجب من الأتش أي موجب يعني معتدلة كذلك القيمة هنا ما بالتحديد 1.2 تقريبا يعني أصغر من الأربعة من طول الجسم طول الجسم أربعة آه إذا هنا آه الصورة مصغرة مصغرة حتى لو جبت التكبير التكبير اذا بغيت التكبير ام اتش اي او دي اي عذرا سالب دي اي وقال لك التكبير كم؟ على دي او طيب سالب والدي اي سالب أربعة على 12 يساوي طبعا لاحظوا هنا عندي موجب عندي سالب سالب موجب التكبير يكون موجب موجب كم؟ صفر أو عندي واحد على ثلاثة اللي هو ما عليه يكتب كذا واحد على ثلاثة تقريبا يساوي كم صفر فاصل ثلاثة لاحظوا هذه القيمة لما يقول لك التكبير قيمة إذا التكبير يساوي 0.3 فاصل ثلاثة ماذا يعني ماذا يعني لاحظوا أول حاجة إنه موجب ما دام موجب يعني التكبير هنا لصورة تقديرية التكبير موجب يعني صورة تقديرية لاحظوا الإم، هل هو أكبر من واحد؟ أم أصغر من واحد؟ إذا هي مصغرة مصغرة وكذلك هنا ما دام تقديرية إذا هي معتدلة، أستطيع من خلال معرفة من التكبير من قيمة التكبير أستطيع أن أعرف خصائص الصورة. انتهينا من خلال هذه التمارين من مبدأ الانكسار في الضوء والموجات الكهرومغناطيسية يعني ننتقل إلى الموجات او تداخل وحيود الضوء طيب احنا دخل. اخذنا في الفصل الدراسي الاول تداخل الموجات الميكانيكيه هالمره نتكلم عن تداخل الموجات الكهرومغناطيسيه بنفس المفهوم فقط هناك موجات ميكانيكيه هنا موجات الضوء موجات كهرومغناطيسيه وايش ايش تعريف التداخل تعريف التداخل هو التقاء قطارين التقاء قطارين من الموجات او اكثر مع بعضهما في نفس الوسط عند نقطه ما وتراكبهما مما ينتج عن مناطق تزايد في السعه ومناطق تقل فيها السعه، تداخل بناء، تداخل هدام، اذا انواعهم انواع التداخل قد يكون بناءا. هنا ان السعه تكون اكبر. بناء قمه مع قمه او قاع مع قاع، يعني هنا يكون الضوء نوعا ما ساطع اكبر، شده. اما تداخل الهدام فهو التقاء قمه موجه مع قاع موجه يصير هدام ويكون الضوء خافت او اقل شده ويحدث بين قمه وقاع. هذا مثال بسيط لتوضيح البناء والهدام. <applause> هذا هو مفهوم التداخل اللي من خلاله راح نشرح تجربه شقي يونغ تطبيق لظاهره التداخل، تطبيق لظاهره التداخل، تجربه شقي يونغ، العالم يونغ في التداخل. خلنا أول حاجة ناخذ فكرة عن التجربة. استخدم يونغ في هذه التجربة مصدر أحادي اللون. وش يعني أحادي اللون؟ أي أن له طول موجي ثابت لا يتغير. وضع أمامه حاجز غير نفاذ للضوء يحتوي على شقين. آه، هذه الشقين نسميهم شقي يونغ. وهذا الضوء الأحادي. أحادي اللون. أحادي اللون خلاص عرفنا أنه له طول موجي واحد. طيب اذا هنا شقين متجاورين تفصل بينهم مسافه لا تتعدى واحد ملي الشقين تفصل المسافه يعني الان لما اتكلم عن المسافه اتكلم من هنا الى هنا هذه 1 ام ام الشقين طيب يسمحان بنفاذ الضوء من خلالهما ليظهر الضوء على شاشه خلف الحاجز هذه الشاشه تبعد مسافه تقريبا لا تقل عن واحد متر هذه هي تركيبة التجربة في تجربة يونغ المكونات ضوء حاد اللون شقي يونغ وكذلك الشاشة وكيف يمكن أن نرتبهم في البداية الضوء ومن ثم نوضع شق يونغ علشان ينفذ الضوء من خلاله وبعد ذلك نضع الشاشة نلاحظ في الشاشة هناك أضواء في منطقة ضوء بالترتيب مكان مظلم ثم ضوء إذا هذه راح نوضحها ماذا لاحظ يونغ ماذا لاحظ يونغ من تجربته. هاي التجربه وش لاحظ؟ لاحظ يونغ تكون نمط مكون من حزم مضيئه تفصلهما فراغات مظلمه او معتمه متساويه الابعاد تقريبا على الشاشه. سماها يونغ هذه باهداب التداخل. لاحظوا هذه اللي الشاشه موجوده؟ هذه نسميها باهداب التداخل. كما ولاحظ ان الهدبه المركزيه تكون مضيئه جدا. وين الهدبه المركزيه؟ يمكن كذا نتوقع ان هذه هي الهدبة المركزية الهدبة المركزية أوكي اللي هي في النص قد تكون أكبر وتكون ساطعة أكثر وكما ولاحظ أن الهدبة المركزية تكون مضيئة جدا وتتناقش إضاءة الأهداب المضيئة كلما ابتعدنا عن الهدبة المركزية كلما ابتعدنا عن الهدب, الهدب يمينا أو يسارا تقل هذه الإضاءة هذه الملاحظة التي لاحظها يونغ ما هو تفسير هذه الملاحظة ما تفسير يونغ لملاحظاته بالتجربة ليش تكون يعني كيف تكونت هذه الأهداب طيب أول حاجة الضوء يتعرض أو الضوء القادم من المصدر الحادي للحيود أوكي مفهوم الحيود أوكي قد يكون مفهوم جديد للطالب في هذه المرحلة الحيود الحيود هو انحراف الانحراف انحراف الموجات عند اصطدام او عند عبورها عند عبورها فتحه ضيقه فتحه ضيقه او حافه حاجز يعني الحيود يحدث للموجات عند عبورها فتحه نفس ما لاحظنا الان شقين عند عبور الضوء هذه الشق او الشقين يحدث له حيود سواء كان في الشقين او حافه حاجز، الان احنا نتكلم عن الشقين. اذا هنا صار في البدايه حيود للضوء اثناء عبور هذا الشقين، اثناء عبور الشقين ومن ثم تداخلت ومن ثم ماذا حدث؟ تداخل، اذا هذه التجربه في البدايه يحدث للموجات حيود وبعد ذلك يحدث لها تداخل من الشقين خلال المساحه ما بين الحاجز والشاشه. هناك يصير عمليات تداخل ويحدث او يظهر على الشاشه في الجهه المقابله اهداب مضيئه بسبب التداخل البناء لانه يعطيني شده اعلى ويحدث تداخل هدام وبالتالي يعطيني ماذا؟ مناطق اقل شده اللي هي المظلمه. ففسر لي الان فعندما تتلاقى قمه احدى الموجتين مع قمه الموج الاخرى او القاع مع القاع متفقتان في الطور اتفاق في الطور يعني اي ان الموجه الصادره من الـ من الـ الشق الاول هذا عندي شقين الان راح ارمز لهم مثلا رمز اس1 اس1 واس2 كل مصدر من هذا المصدرين راح يكون لي موجات بنفس الخصائص لذلك نقول عن هذه الموجات الصادره من المصدرين متفقات في الطور متفقات في الطور يعني لهما نفس الطول الموجي، لهما نفس السرعة، لهما نفس السعة، كل الخصائص الموجية متفقة. يحدث تداخل بناء تقوية لشدة الإضاءة فتتكون أهدابا مضيئا فتتكون أهدابا مضيئة، هذه الحالة الأولى. أما عندما تتلاقى قمة إحدى الموجتين مع قاع الموج الأخرى متعاكستان في الطور، مختلفتان. يحدث تداخل هدام، انعدام في شدة الإضاءة فتتكون أهدابا معتمة أهدابا معتمة إذا هنا متى يصير هذا التداخل عند تداخل هدام عندما تلتقي أحد الموجات قمة مع قاع وهذا أخذناه في الموجات الميكانيكية يحدث تداخل هدام وبالتالي يعطيني أهدابا معتمة يمكن أن نلاحظها على الشاشة الموضوعة في التجربة طيب وقد أثبت توماس يونغ أو توماس يونغ من هذه التجربة أن الضوء خصائص موجية خلاص إذا الإثبات أن الضوء يمتلك ماذا آه سلوك موجي له موجة طول موجي <applause> خلينا نشوف في التجربة هاي تجربة يونغ بالتفصيل بالتوضيح هنا آه عندي الآن هذا المصدر مصدر أحادي اللون آه مصدر أحادي اللون مصدر أحادي اللون هذه موجات وراح عندي اللمدة الطول الموجي بين بين قمة وقمة الخط والخط هذا شقين شقيونج لاحظوا شقين هذا عندي s 1 المصدر الاول وهذا عندي اس2 المصدر الثاني لاحظوا يا في هذه عندما يسقط الضوء على الشقين كل شق من هذا وكل فتحه من هذه الفتحتين يحدث لها حيود حيود للموجه الضوئيه الحيود في هذه الحاله او خصائص الموجه التي تنبعث الان أصبح الآن كأن عندي مصدرين أصبح الآن كأن عندي مصدرين للموجات مصدر من s 1 ومصدر من s 2 لاحظوا في المسافة اللي بين الشاشة وبين الشقين هذه المساحة نسميها مساحة التداخل ستتداخل الموجات بين S1 و S2 خلنا نشوف الخط المتصل يمكن هنا ما وضحته الخط المتصل اللي متصل كذا يمثل قمم والمنقط يمثل قيعان احنا عارفين كل موجه لها قمه وقاع خلينا نشوف الان اذا التقت خط منقط مع خط متصل فيعني هنا قمه مع قاع يعني هدام هدام يعني مظلم يعطيني تداخل هدام يعطيني على الشاشه هدبه مظلمه خلنا نلاحظ في منتصف المسافة ما بين أسوان وأستو في المقابل تتكون الهدبة المضيئة الساطعة المركزية. خلنا نشوف الهدبة المركزية من ما تكونت؟ تكونت من التقاء قاع مع قاع ركزوا هنا قاع مع قاع منقط مع منقط متصل مع متصل منقط مع منقط ومتصل مع متصل الخطوط هذه تعتبر قمة مع قمة منقط مع منقط يعني قاع مع قاع. آه تداخل بناء هنا يعتبر هذا التداخل بناء وبالتالي راح يعطيني هدبة مركزية ساطعة مضيئة كذلك خلنا نشوف على جانبي الهدبة المركزية إذا رحت الجانب هذا راح نسميه الجانب الموجب مثلا إذا رحت الجانب الثاني نسميه بالجانب السالب الأهداب يلا نروح لفوق مثلا أول هدبة اللي باللون الأسود لاحظوا اللي باللون الأسود تكونت معي تداخل قمه متصله خط متصل مع خط منقط قمه مع قاع هدام قمه مع قاع هدام قمه مع قاع بهذه الكيفيه يعطيني كل هذه النقاط نقاط تداخل هدام ومنه ينتج على الشاشه اول هدبه مظلمه نسميها الهدبه المظلمه الاولى وعلى جانبيه كذلك الصوب الثاني هدبه المظلمه الاولى ولكن في الجانب الاخر نفس المسافه نعم نفس المسافه المسافة اللي تبتعد بين الهدبة المضيئة المركزية الى الاولى المظلمة هي نفس المسافة في الجانب الاخر. نتابع في التداخلات راح نلاحظ نلاحظ التداخل الثاني او التداخل اللي هو المضيء الاول. المضيء الاول قمة مع قمة. قاع مع قاع. بهذه الكيفية. خلاص اذا هذه كلها تداخلات تعطيني هدبة مضيئة اولى كذلك في الجانب الاخر. هدبه مضيئه اذا هذه تداخلات ما بين الموجات الصادره من المصدرين. آه هذا <applause> اذا يمكن ان نوضح النقاط التي تكون آه تقريبا هذا الشرح يوضح اللي الان وضحته آه وش اللي يصير ما بين آه تداخلات آه تكون اهداب على الشاشه المضيئه والمعتمه. آه رياضيا كيف يمكن حساب الطول الموج المستخدم في هذه التجربه؟ يمكن نوضح الان احنا عرفنا ان الهدبه المركزيه دائما تنتصف المسافه ما بين الشقين. لاحظوا ان عندي افتراض ان المسافه بين الشقين هو دي سمول والمسافه بين الشاشه والحاجز هو ال هذه. خلينا نلاحظ عند الهدبه المركزيه نلاحظ أن أي موجتين موجة صادرة من 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 المصدر اس 1 هذا اس 1 وهذا اس 2 موجة صادرة من اس 1 وموجة صادرة من اس 2 تلتقي في النقطة او اللي هي المركزية إذا هذه الهدبة المركزية هنا المركزية نلاحظ أن فإنه نحصل على الشاشة هدب مركزي مضيء دائم لماذا؟ لان ليس هناك انحراف لان ليس هناك فارق في مسار الشعاعين لاحظ ان الشعاعين اللي صدر من اسوان والشعاع اللي صدر من اس المسار متساوي فبالتالي يعطيني تداخل بناء لو حسبت الموجات بامكانك تحسب الموجات ونص ما تدربنا سابقا كيف نحسب الموجات من هنا لهنا موجه من القمه الى القمه موجة وهنا موجتين او اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة آه، ثمان موجات لو حسبت الجانب الثاني نلاحظ ان هناك كذلك ثمان موجات من قمة الى قمة تداخل بناء لاحظوا في النهاية في النهاية عند الشاشة هنا قمة مع قمة قمة مع قمة يعني تداخل بناء يعني مضيء المسار الذي سلكه او المسار للضوء من اس الى الاو ومن اس الى الاو متساوية ليس هناك فارق في المسار يعني الزاوية هنا صفر وكذلك سنتكلم عن الزاوية لاحقا ويمكن أن نقول هنا أن فارق المسار ما بينهم يساوي الصفر وبالتالي يكون التداخل بناء خلنا نلاحظ الآن هندسيا بافتراض أن أم الآن بافتراض أن نقطة أم هذه نقطة أم هذه النقطة أم هي الهدبة أو رتبة هدبة ما نعرفها على الشاشة على بعد من الهدب المركزي اللي هو O الشعاع القادم من S1 لاحظوا من S1 نسميه R1 S1 يقطع مسافة R1 واللي جاي من S2 نسميه ماذا R2 حيث يصل للنقطة M اللي هي تداخل بناء أم هدام خلينا نلاحظ نلاحظ أن الـ R2 أكبر من الـ R1 في هذه الحالة غير لما كان قبل شوية قبل شوية في المركزية كانت هذه لحظة كانت R1 تساوي R2 هذه R1 وهذه R2 لما تكونت هنا وتقاطعت في هذه النقطة كانت متساوية R1 وR2 ليس هناك فارق في المسار عطتني تداخل بناء من الدرجة الأولى اللي هي مركزي طيب هنا نلاحظ في الشكل الآن أن R1 و R2 نلاحظ أن R2 أكبر من R1 بمسافة معينة هذه المسافة تسمى فارق في المسار هذه المسافة هذه دلتا R من هنا لهنا هذه من هنا لهنا هي هي الزيادة هي الزيادة R2 عن R1 هذه الزيادة تسمى بفارق المسار فارق المسار هذا فارق المسار هو الذي يحدد لي إن الهدبة اللي عند ام هل هي مضيئة أم مظلمة؟ وأيش رقمها؟ ويمثل دلتا ار فرق المسار بين الشعاعين ار1 r 2 دلتا ار تساوي ار2 ناقص ار1 وهو الفرق بين المسافتين اللتين تقطعهما الموجتين الصادرتين من مصدرين عند وصولهما إلى النقطة ام. خلينا نشوف المثلث الصغير ركزوا معي في المثلث الصغير هذا هذا المثلث له زاوية طبعا رياضيا هذه الزاوية هي هذه الزاوية. طيب هذا المثلث معروف مقابل الزاوية ومعروف مجاور الزاوية. طبعا هنا لازم تكون آه عمودي عمودي بهذه الكيفية فبالتالي استطيع ان اقول ان ساين الزاوية ساين الزاوية هو المقابل على الوتر والمقابل هو دلتا ار اللي هو فرق المسار على الدي اللي هو الوتر. وبالتالي استطيع رياضيا اقول دلتا دي دلتا ار يساوي دي ساين الزاويه اللي هو فرق المسار. اذا فارق المسار هنا دلتا دي تساوي دي ساين ماذا؟ الزاويه. طيب بمعلوميه فرق المسار بين الشعاعين القادمين من المصدرين يمكن معرفه نوع الهدب. اذا عرفت انا كم الفارق هذا؟ كم الزياده؟ استطيع ان اعرف هذه الرتبه ونوع الهدبة يتكون هدب مضيء على الشاشة إذا كان فرق المسار خلوا بالكم هنا الآن إذا كان فارق المسار عدد صحيح دلتا آر عدد صحيح من الموجات يعتبر الهدبة الذي تكون هدب مضيء خلنا نشوف الآن لو حسبت الموجات في الأولى هنا أربعة ونص موجة احسبهم وهنا خمسة ونص موجة ستلاحظ طبعا هذا الـ S1 وهذا الأس 2 الفارق ما بينهم دلتا دي دلتا ار يساوي ام لمده عدد صحيح اذا كان العدد صحيح حسب الشكل المجاور نلاحظ ان طول المسار الاول اكبر يعني اربعه ونص المسار الثاني خمسه ونص لمده وبالتالي ان الفارق بين المسارين هو واحد لمده ما دام واحد لمده اذا هنا الام هنا الام خلوا بالكم الام ماذا تمثل؟ تمثل واحد. إذا هنا نقول أن الهدبه التي تكونت هنا تداخل بنا هدب مضي أول لأن الفارق ما بين المسارين. كيف أعرف؟ حتى لو عملت نفس الفكره السابقه لو اسقطت عمودي اسقطت عمودي من القمه هذه فعلا أن فارق المسار لمده. أي أن المسار الثاني اكبر عن المسار الاول بلمده واحده، اذا يعتبر هذا تداخل بناء، نجد ان نوع الهدب المتكون مضيء ورتبته الاولى. كيف يتم ايجاد البعد بين الهدب ام المضيء عن الهدبه المركزيه؟ من خلال المثلث اللي واضح، طبعا هذه هذا المثلث يعود الى الشكل السابق هذا، المثلث الكبير في هذه الحاله. هذا المثلث الكبير خلاص اذا المثلث الكبير يدل ال -L على المسافه بين الشاشه والشقين والواي هو بعد اي هدب ام عن الهدبه المركزيه وهذه الزاويه احنا هنا نقول ان تان الزاويه هو المقابل على المجاور المقابل على المجاور وبما ان الزاويه صغيره جدا عارفين هذا في الرياضيات ما دام زاويه صغيره تقول التان الى الساين تساوي الساين اذا يمكن ان نقول ان تان الزاويه تساوي الساين الزاويه وبالتالي يمكن نقول ان الواي اللي هو البعد نعوض خلاص هذه هذه الواي على ال نحطها هنا ونعرف ان الساين الزاويه هو دلتا فرق المسار على دي سابقا أساوي ما بينهم أستطيع أن أجد ماذا اللي هو بعد الهدب أي هدب كان عن مثلا لو كان الهدب الأول المضيء عطني أول أستطيع أن أجد اللمدة بعد في نفس الكيفية <applause> إذا هنا أستطيع أن أجد ماذا البعد أي هدب مركزي أي هدب مضيء عن المركزي إذا ذكر لي الام 1 أو 2 أو 3 على حسب <applause> طيب اما يتكون هود مظلم على الشاشه اذا كان فرق المسار انصاف في اطوال موجيه. هنا لو لاحظنا ان المسار الاول اربعه ونص المسار الثاني خمسه. آه اذا هنا الفارق ما بينهم نص لمده. فعلا بامكاني ان اعمل الفارق ما بينهم الفارق ما بين هذه الاحظ ايش الفارق ما بينهم؟ آه هنا عندي اللمده اثنين ثلاثة أربعة خمسة فعلا واللي فوق أربعة ونص الفرق ما بينهم آه نص لمدة إذا التداخل واضح هنا قمة قاع قاع قمة تداخل هدام تداخل هدام يعني ما هو نوع ما هو رتبة الهدب اللي تكون في هذه النقطة ما دام التداخل هنا نص موجة نجد أن الهدب هو مظلم وهو من رتبة الأولى وش القانون راح نستخدمه؟ هذا القانون الذي استخدمه وين؟ في فرق المسار في الاهداب المظلمه ام زائد نص. اذا كان الام واحد نعوض، اذا كان الام صفر عذرا، صفر في اذا كان صفر يعني يعتبر معتم اول. ليش؟ لانه يكون نصف لمده. عوض القانون. عوض القانون. طيب عوض بواحد يصير واحد ونصف لمده. عوض باثنين يصير اثنين ونص لمدة متى إذا كان الصفر الأم صفر يعني فارق المسار نص ونص. الهدبة المظلمة الأولى يعني الفارق المسار واحد ونص وبهذه الكيفية وبهذه الكيفية يمكن معرفة الفارق في المسار وكيف تتكون هدبة مركزية وهدبة مظلمة إذا عندنا هذا التمرين وبهذا التمرين نختم حلقة اليوم التمرين يمثل شكل المجاور نمط تداخل لمصدرين واضح عندي هذا S1 خلاص هذا S1 و S2 ماذا يعني أن المصدرين متفقين في الطور يعني لهما نفس الخصائص أي أن لهما نفس الخصائص خلاص جميع الخصائص من الطول الموجي والتردد والسرعه والسعه جميعها متساويه حدد على الرسم موضع نوع الهدبه المظلم يريد هدبه مظلم ويكون من الرتبه الثانيه تحط له اشاره طيب اول حاجه لازم نعرف هنا وين الهدبه المركزيه؟ وين الهدبه المركزيه على الشاشه؟ وين الهدبه المركزيه؟ على الشاشة. خلينا نحدد هنا عندي هذه النقطة تداخل بناء بناء، لاحظوا النقاط اللي الآن أوضحهم تداخلات بناءة بهذه الكيفية. خلاص كذا هذا الإم يساوي صفر. يريد هو الآن مظلم من الدرجة من الرتبة الثانية. طيب أول حاجة راح من بعده راح يكون عندك ويش؟ تداخل هذه هذا هذا الثاني هذا الان قمه مع قاع، قمه مع قاع بهذه الكيفيه. خلاص هذا ام يساوي هذا الاول مظلم مظلم واحد، مظلم واحد، وين المظلم الثاني؟ المظلم الثاني آه من خلال تقاطع القمه مع القاع بهذه الكيفيه. هذه طبعا قمه مع قمه. اما هذه هي قمه مع قاع بهذه الكيفيه. ويعتبر هذا مظلم ثاني هذا هو المظلم الثاني حددناه من خلال اللي هو تقاطع القمة مع القاع <applause> إذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم وبإذن الله راح نكمل معكم في الحلقات القادمة والفصل الثالث أو الفصل السادس عذرا اللي هو ظاهرة الحث الكار أو ظاهرة تأثير الكهر الضوئي بإذن الله وفي أمان الله <applause>